هذا وقد نظمت وزارة الصحة قافلة طبية مجانية بقرية المحسمة بمحافظة الإسماعيلية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتم الكشف خلالها على ما يقرب من 600 مواطن. وضمت القافلة كل التخصصات الطبية بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية وصيدلية تتوفر بها كل الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية مجاناً.